الله ينور يا معلم. حط لي المرايه دي هنا وسط الاباليك بس اوعى تتكسر. ادخل يا صادق بالراحه على الترابيزه بالراحه يا صادق. اوت عشان النجف اوت اوت. حطها لي بقى عند الانتريه هنا. افرش بقى افرش السجاده الاول. انزل بيها انزل بيها يا صادق انزل. حاضر. افرش السجاده الاول يلا شد حيلك. منورة شركتك يا ست العرايس. تعالى يا عبد المجيد نرتب الحاجة اللي هناك دي. في يا حسن. تعالى. قرب. قرب. ما أنا بقرط أهو يا بابا. شوية الزعبي كده. أيوة. لا مش كويس هنا. طيب هات هات رجعوا ديري بقى زي ما كان. مش عارف. طب هاتوا عليا هاتوا عليا هاتوا عليا شوية. على الأقل أقل من مهلك يا زاد. ايه رايك في الستاره دي يا عم سعد؟ كويسه. حلو قوي ده يا ماما. يجنن يا حبيبتي جميل. بصي ده بقى لونه عامل ازاي؟ بصي الجمال. هاتي هاتي بصي بقى انا عايزاكي من ده ومن ده ومن ده ومن ده تجيبي لي من كل طقم الوانه. ايه رايك يا زاد حكايه من كل طقم الوانه دي؟ حلوه قوي. من كل دول وده كمان. في حاجه كانت عجبانه هنا فين؟ اهو في برده الاسود ده حلو قوي نازل موضه. حلو قوي ده. حلو قوي قوي الاسود ده يا ماما. بصي انت متفولي على نفسك؟ في عروسه في الدنيا تجيب في جهازها طقم اسود؟ بس ده عاجبني. ايه اللي عاجبك ده؟ اوعي ما تفصليش في وشي الاسود قال. ايه يا جماعة؟ انت لسه ما خلصتوش؟ دي عروسة يا عبدو، دي قدامها ولا اسبوعين لغاية ما تجيب كل حاجاتها. بس خدت وقت طويل قوي هنا. هو مش احنا لسه قصدنا السجاد والستاير والمواعين؟ ها؟ بص عشان ما تتعبش عشان انت شايل يا حبيبي، استنانا في جروبي هنخلص ونجيلك على طول. حاضر. حلو قوي ابو سنين في ايدك ده. هتقلنا منه اثنين. انا هستناكم في جروبي. مش هيتأخر يا عبد. حاضر. وده كمان حلو قوي. هاتيلي كل الوان. هو شفت يا ماما قميص النوم الاسود عجب عبده هو شافه كده يعني. ده عريس غشيم مش عارف مصلحته مستجد الاسود قال. بس السواري لطيف. هتجيبيه ليا؟ لا هجيبه ليا. لو سمحتي يا مدموزيل هاتيلي من دوت مقاس 40. طب ممكن كمان واحد 36؟ لا ما تجيب. هاتلع 36 طقم واحد بس وما تلبسوش اول شهرين. حاضر. ولو سمحتي وريني الفوط التانية دي اللي هي ايوه اللي لا اللي تحت.